ليه تعمل حاجه زي دي يا حسام؟ ازاي اصلا عملت كده؟ احنا مش في ازاي وليه دلوقتي، احنا في اللي هربت ومش عارفين ليه. ما تهرب ولا تغور في 60 ده، عايز تعرف مكانها ليه؟ هي مش قالت لك مش حامل؟ مش خلص الموضوع ده خلاص؟ عشان مش مصدقه. انا اللي مش مصدقك يا حسام، انا بجد اللي مش مصدقاك. انت عايز تودي نفسك 60 ده، عايز تروح في مصيبه؟ افرض انها اتمسكت. طب بلاش، افرض حد من اللي بيهربوها اتمسك. ايه يا باشمهندس؟ جرى ايه سياده النائب؟ انت مش خايف على سمعتك؟ نسيت كل اللي عملناه؟ عايز واحده جربوعه زي دي جايه من الشارع تهد كل اللي احنا عملناه حسام؟ انا مش بعمل كده عشانها، انا بعمل كده عشان ابني اللي بطنها. ابنك ايه يا ابني؟ ابنك انت هتجنني؟ وبعدين حتى لو حامل تودي نفسك 60 داهيه عشانها؟ فاكر ان هما مش عارفوا يوصلوا لك يا حسام ويعرفوا ان انت اللي مهربها؟ لا طبعا، انا ازاي هرب واحده انا مبلغ عنها؟ هوبلهم عبط، هيصدقوا بقى، مفيش كاميرات من الشقه في كل حته. وبعدين من امتى بتعمل حاجه زي دي من غير ما ترجع لي؟ ازاي تتصرف لوحدك ما انت بترجع لي على طول؟ عشان عارف رايك يا بيه. يعني انا عشان هقول لك لا تقوم انت تلبس في حيطه؟ تودي نفسك في داهيه؟ يا ربي، نفس الشخص ما بيتغيرش. تروح تعمل المصيبه وتغرق نفسك وتجري عليها عشان الحقك، مش كده؟ الوهم اللي في دماغك بس هو اللي مصور لك اني غرقان، لكن انا مش محتاجك يا غاده. انا ممكن اعمل اي حاجه من غير ما ارجع لك، انا بحكي لك بس عشان ما فيش بيننا اسرار. بس بعد كده انا مش هفتح بقي معاكي. طب استنى استنى. انا اسفه، ما تزعلش. حقك عليا. لازم نلاقيها، على الاقل عشان اتاكد هي حامل فعلا ولا لا. ماشي يا حسام. هنلاقيها. اللي انت بتعمله ده جنان يا حمو، واقسم بالله دفعك ثمنه غالي قوي. الغالي ثمنه فيه، امال عايزانا نستنى لما صفوان يبعتك تخلص علينا؟ وهو هيعمل كده معاك ليه؟ وهو حابسنا ليه؟ وانت داخله معاك طبانكه في الشنطه ليه؟ انت مش فاهم حاجه. هدي خلقك يا كبير، الامور ما تتحلش كده. اخرس يالا، البنت دي هتفضل معانا هنا لغايه ما نشوف اخرتها ايه. يا كبير، ما انت اكلتها من الاكل اللي كانت جايبه لنا وما حصلهاش حاجه. برضه هتفضل قاعده مع انسانه بدل ما احنا قاعدين في الهو ده لوحدنا. ماشي لي بطبنجة؟ ده انت جبروت. ولا الرقم ده من بره؟ اه ده دولي. اسمعي يا بت، انا هفتح الميكروفون، اي دقه نقص هفض في دماغك. ماشي يا حمو. قولي الو. الو. ايوه يا منى، البت هربت يا منى. ازاي؟ هي ما ماتتش؟ نفدت منها وهربت بعد ما اعترفت علينا. البت دي لازم تموت، لازم. كلمي حمو وهو هيعرف يجيبها. وتكلم حمو ليه يا باشا؟ ده انا جنبها. اصل هي كانت هنا يعني جايب لنا اكل وبتاع، يا بنت بنت حليل قوي. واخده بالها مننا الصراحه. خلص على عزه يا حمو. البت مفيش حاجه ما قالتهاش في النيابه. يا خوفي تكون هربت عشان تبقى الطعم. الطعم اللي هيجيبنا كلنا، فاهم حاجة؟ فاهم؟ فهمت يا باشا.